لازم بس نقول اللي جابوا الاهداف 2007 3% من الاهلي، حازم عاشور افتتح التسجيل في الدقيقه 6، ومحمد عبد الفتاح تاها الهدف الثاني من ركله جزاء في الدقيقه 81، وانهى مصطفى 86 الهدف الثالث لتنتهي المباراه 3-0. الجهاز الفني الكابتن اسامه زكي بهنيه على هذا الفوز. البلديه فرقه 0-2، فرقه بيفوز على البلديه. احرز مصطفى الزناتي الهدف الاول، واضاف هشام مصطفى اسمه هشام صفي الدين الهدف الثاني. وبقول مبروك للكابتن احمد عاشور والمدير الفني للفرقه دي الكابتن محمد فاروق. اخدكم لتقرير اخير في هذه المجموعه. الاتحاد واحد ماشي، اخد الاتحاد وانبي بعد جدول الترتيب. حاضر، جدول ترتيب المجموعه دي يا كابتن جمال حمزه اتفضل. بس عايز اتكلم عن الاسماعيلي انه كسبان الماتش ده 3-2 برضه، ودي نتيجه كويسه بالنسبه للاسماعيلي. ده ريمونتادا كان مغلوب 2-0 بالظبط، فهي يعني بدونا امل ان شاء الله ربنا يسهل والاسماعيلي يكون عنده لعيبه واعده في القطاع ان شاء الله. بالنسبه لترتيب الانديه، المركز الاول انبي عنده 10 نقط، الثاني زد 9، اربع مباريات برضه يعني هو زياده ماتش. ايوه الاهلي في المركز الثالث عنده 9، المقاولين 9، سيراميكا 9، طلائع الجيش 8، الاتحاد 8، بيراميدز 6، الزمالك في المركز التاسع عنده 5 نقط، الاسماعيلي في المركز العاشر عنده 5 نقط، سموحه 3 نقط في ال 11، غزل المحله 3 نقط، فاركو 3 نقط، البنك الاهلي 3 نقط، المجد 3 نقط، ما شاء الله يعني كلهم. اسوان شراسه. اسوان عندهم نقطتين، فيوتشر نقطتين ولا نقطه واحده فيوتشر، المنيا والجونه وبلديه المحله والداخليه اصفار كلهم ما فيش ولا نقطه من 3 مباريات. مباريات الخميس القادم 28/9 الاسبوع الرابع في 2007، انبي طلائع الجيش، الجونه الاتحاد السكندري، الزمالك اسوان، غزل المحله سيراميكا، فاركو الاسماعيلي، الداخليه البلديه، والمنيا زد، وفيوتشر الاهلي، سموحه المقاولين، بيراميدز المجد، الاتحاد السكندري، والبنك الاهلي. منتخب الاسبوع معاك يا كابتن محمد. منتخب الاسبوع 2007 معانا مازن معتصم في حراسه المرمى من بيراميدز. اتفضل. حارس المرمى مازن معتصم من بيراميدز. خالد منصور باك رايت نادي بيراميدز. تمام. في مسعد اسامه من نادي انبي. مؤمن حسن مدافع فاركو. في يوسف ايهاب من نادي الجيش باك ليفت. تمام. في عمر وليد من نادي زد. في هشام اباء من نادي الزمالك. في احمد سعد فرج من نادي فاركو. في حازم عاشور من نادي الاهلي اللي هو يمكن احرز الهدف الاول. تمام. في خالد حاتم من نادي بيراميدز. في خالد حاتم من نادي بيراميدز. في احمد منتصر من نادي سيراميكا كليوباترا. وحازم عاشور من النادي الاهلي، ده من اللعيبه المتميزين، خلي بالك لعيب وسط ملعب كويس. مدير الفني الافضل، وهو المدير الفني لمنتخب الاسبوع في ذات الوقت، محمود طه من طلائع الجيش. يعني طلائع الجيش الحقيقه حقق نتيجه كويسه جدا ضد سموحه، وهنا عايزين نحيي الكابتن وائل الاباني رئيس القطاع. كسب 3 كسب 3-0 وسموحه فريق مش سهل يعني. طيب اذا مبروك للكابتن محمود طه. منتخب 2007 مازن معتصم بيراميدز، خالد منصور بيراميدز، مسعد أسامة إنبي، مؤمن حسن فاركو، يوسف إيهاب الجيش، عمر وليد زد، هشام إباء الزمالك، أحمد سعد فرج فاركو، حازم عاشور الأهلي، خالد حاتم بيراميدز، أحمد منتصر سيراميكا كيلوباترا.